رئيس اللجنة الأولمبية المصرية لرئيس اللجنة الأولمبية المصرية. يعني اروح لرئيس اللجنه الاولمبيه المصريه اقول له يا فندم انا عندي مشكله معاك، فلو سمحت افصل افصل بيني احكم ما وبينك، بيني وما بينك. افصل بيني وبينك. وبعدين المهندس هشام حطب هو يعني صديق برضو عزيز جدا، بيقول رد جميل قوي، بيقول لك لا انا محطوط بس بحكم المنصب والقانون، لكن انا مش هيبقى ليا دور، واللجنه فيها ناس قامات كبيره، و طب ده مش منطقي يا فندم. ده انت رئيس اللجنه. يعني انا كنادي اهلي او كنادي الزمالك عندي خلاف مع اللجنه الاولمبيه، وخصوصا وفق الماده اللي انا قريتها حاكم انه يقدر اللجنه الاولمبيه دي تقدر تغير لي لائحتي في اي وقت. فرحت اشتكي، هروح اشتكي للمهندس هشام حطب، عشان المهندس هشام حطب رئيس اللجنه اللي هو هشام حطب الثاني، يعني نعم اللي هو هيفصل بيني وبين هشام حطب الاولاني. فانت عايز تفهمني انه ده منطقي؟ يعني ده طبيعي؟ يعني ولا كان الأوقع إنه الجهاز فض المنازعات المنازعات. أو يبقى كله من شخصيات عامة وشخصيات قضائية لا علاقة لها لا بالأندية ولا بالاتحادات ولا باللجنة الأولمبية، بحيث تبقى جهة على مسافة واحدة من كل أطراف الرياضة على وضع حيادي. على وضع حيادي، وهي اللي هتفصل بيني وبينك لما يقع بيننا خلاف. لكن إن أنا أجيلك واشتكيك ليك، ده مشهد غريب جدا يعني، هو مشهد لا يحدث إلا عندنا فندم. وده اللي يخلينا عايزين لائحتنا في النادي الأهلي، وده اللي يخليني أتمنى لائحة خاصة لنادي الزمالك، لائحة خاصة غدا لنادي هليوبلس، لائحة خاصة لنادي الجزيرة، يعني لأنه كل الأندية تستحق هذه اللوائح الخاصة. طيب يا فندم، احنا عندنا